أحد الأسئلة أبو معاذ بيقول هل ممكن أستخدم الموضوع دوت عملية المنصات إن أنا مثلا أستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية طرح المنصات إن أنا أعمل مثلا مناقصة لو أنا بطرح مشروع جديد وأدخله مجموعة من الأسعار يساعدني في عملية إن أنا أعمل بيدنج أو أر بي مثلا لمشروع كان؟ أه ممكن ومش ممكن. هي ممكن فعلا ان انت تديله الملف وتقول له خد هنا ابدأ حط له اسعار، لكن هو هيدور فممكن يجيب لك اسعار قديمة. يعني لازم بعد ما يجيب لك الاسعار لازم تكون انت متمكن من الحاجة، بحيث ان هو لو جاب لي، يعني انا ما اعرفش كل الحديد بكام دلوقتي في مصر، بس بفرض مثلا ان هو ب 20,000 وهو قال لك ب 10,000، يبقى عندك السنس ان انت تعرف ان الرقم ده غلط، فتقول له لا خلي بالك ان الارقام دي المصدر ده ما تجيبش منه تاني، هات لي المصادر اللي موجودة بتاريخ النهاردة. فيبقى عندك ايه الامكانيه ان انت تاخد بالك من حاجه زي كده. فاه ممكن بديله الملف الاكسل واقول له خلي بالك من ارقام معينه عايز تتملي، ابدا دور لي عليها وهاتها لي، بيعملها بشكل كويس. بس في نقطه لازم اكون قوي. هقول لحضرتك حاجه، في واحد صديق ليا عمل حادثه فبعت لي صور الاشعه، بيقول لي اسال الذكاء الاصطناعي اعمل ايه هو الذكاء الاصطناعي هيجاوبني بس في احتمال 20% بالخطا. لو انا اديته وصفه يعالج رجله بطريقه غلط، قلت له حط لي مثلا بدل الجبس ده اسمنت، انا كده دمرت له رجله. فلازم اللي يسال يكون في التخصص بتاعه، بحيث لما تيجي الاجابه يقدر يفلتر اذا كان في هلوسه ولا الاجابه صحيحه. طبعا هو تاكيدا على كلام حضرتك، هي في مقوله دايما زملائنا اللي بيشتغلوا في المجال ده بيقولوا ايه، او بيشتغلوا في الداتا مانجمنت بشكل عام، يقول لك جاربج ان جاربج اوت. لما انت خليت البيانات اللي انت بتدخلها او المعلومات اللي انت بتذكرها كل ما كانت ماتيور اعلى او درجه النضوج بتاعها ومستواها التقني او درجه الدقه اعلى، كل ما كانت الاجابه بتاعتك كانت اعلى وافضل بشكل كبير جدا. وده تاكيدا على كلامك ان انا ماشي بعتمد على الذكاء الاصطناعي وادوات الذكاء الاصطناعي، ولكن لا يتم الاعتماد عليه بشكل كلي. في سؤال تاني من احد الزملاء بيقول ما هو دور واثر الذكاء الاصطناعي على تحسين ممارسات مكاتب اداره المشاريع؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجه في الذكاء الاصطناعي اسمها التعلم الالي. التعلم الالي ايه؟ ان هو هيكون قاعد جنبي وانا كل ما باخد خطوات هو بيبدا ان هو يشوف انا بعمل ايه ويبدا يتعلم مني، تمام؟ يعني هو بيبدا بان انا بديله كل كتب ويبدا ان هو يتعلمها فيها. بعد كده لو انا وقفت في مشكله ابدا اساله، طب قدر جاوبني غلط فانا اقول له لا انا هاخد قرار تاني، فهو يبدا يتعلم من القرارات الجديده. يبقى هو عنده قدره ان هو بيثبت على الكتب اللي موجوده، ممكن تكون الكتب دي فيها يعني قديمه شويه او مش معاصره، فهو هيتعلم مهندس وليد. لما مهندس وليد خد القرار يبدا يحلل خد القرار ده على اساس ايه، ويبدا ان هو لو اتعرض لموقف تاني يبدا يشوف مهندس وليد خد ايه ويبدا ان هو يمشي عليها. فهو ميزته ان ممكن يكون عندي مشروع كبير وفي داتا كتيره جدا وانا مش قادر يعني اتذكر كل التفاصيل اللي موجوده، فهو يبدا ينبهني مثلا ده الشخص الفلاني هو اللي ممكن يجيب لي الحاجه ديت، لا الشخص ده ما تتفقش معاه لان هو اتاخر مره في التسليمات، فيبدا يكون عونا ليا، هو مساعد ليا، كان انا جبت واحد عنده ذاكره قويه بيبدا يساعد معايا ويبدا يتعلم مني انا، ويبدا ان هو يشوف انا بفضل ايه. يعني ممكن يكون عندي اسلوب معين في الاداره فيبدا ان هو ينصحني بالاسلوب دوت، بس لازم انا كل شويه انبهه بقى اقول له انا بستخدم الاسلوب دوت او انا موجود في دوله كذا، فما اقولوش انا المشكله وخلاص، لازم احكي له المشكله بالتفصيل بتاعتها عشان يبدا يديني نتيجه كويسه. وشات جي بي تي 3 كان ذاكرة بتاعته قليله، يعني لما اساله على حاجه ما يبقاش فاكر الحاجه اللي انا قلت له من اسبوع، دلوقتي لا بيفتكر. يعني في مره مرات قلت له انا مسلم مثلا، بعد فتره قلت له اقترح عليا اكل، فماشي هيحط لحم خنزير على طول، يبدا ان هو يحذف اي حاجه حرام. هنا برضو في اداره المشاريع لا انا ما بقبلش اي اقتراح يكون مخالف للقانون، يبدا ان هو يشطبه ويركز على الحاجات اللي هي ايه تكون كويسه. فمع الوقت هو بيتعلم كل قرار باخده. على ذكر مكاتب اداره المشاريع، انا طبعا يعني بحكم تخصصي يعني في الموضوع ده وانا بشتغل فيه الحمد لله يعني بقالي فتره كبيره، من الحاجات اللي احنا عملناها مؤخرا باستخدام الذكاء الاصطناعي كان عندنا حجم اعمال كبير جدا متوزع على مستوى المملكه، واحنا بنشرف على هذه الاعمال بشكل يعني مباشر، وكان بتواجهنا مشاكل ان بيجي لنا استفسارات كتير جدا من زملاء في العديد من المشاريع بخصوص بعض المشاكل التقنيه في استخدام اداه معينه في الريبورتنج سيستم، عمليه اداره التقارير يعني. ف
واحد من الزملاء وانا كنت من يعني لله الفضل والمنه كنت من المشاركين في هذا العمل ان احنا عملنا زي شات بوت هو ام مايكروسوفت تيم. الشات بوت ده كان عباره عن ايه؟ بدل ما كل شويه حد يكلمني من المشاريع يقول لي الحاجه يا باشمهندس عندي المشكله الفلانيه او عندي الحاجه الفلانيه او عندي الكذا المشكله الفلانيه. عملنا لسن ليرن داتا بيس يعني قاعده للدروس المستفاده من المشاريع اللي موجوده وغزينا بيها شات بوت تم وضعه في مايكروسوفت تيم بقى بشكل اوتوميشن يدخل الشخص على مايكروسوفت تيم اللي هو موجود اوريدي في الشركه كل الناس بتستخدمه يبداوا يشكلوا على الشات بوت ده يعملوا شاتنج معاه يناقشوا في المشكله اللي بتواجههم في الريبورتنج مباشره الشات بوت ده يبدا يرد بناء على الريكورد اللي موجود في اللاسن ليرن داتا بيس بتاعتي. المشكله دي انا قابلتني قبل كده بالشكل الفلاني بالصيغه الفلانيه بالطريقه الفلانيه حلتها بالطريقه الفلانيه والشخص اللي حلها اسمه فلان. كل دوت كان يعمله مين؟ الشات بوت من غير ما انا اتدخل فيه من غير ما انا اضيع وقت فيه من غير ما انا ابذل مجهود. ده كده يعني مثال بسيط أداة بسيطة جدا يعني حاجة اسمها الشات بوت ان انت تعمل زي ايه زي مركز دردشة كده ولكن بشكل اوتوماتيك كأنك كده بتدخل على الدردشة بتاعت اي موقع خدمة العملاء مثلا تقول والله انا عندي المشكلة الفلانية انا دلوقتي عملت خدمة العملاء دي عملتها عندي في الشركة بتاعتي في المايكروسوفت تيم طبعا هي كلوزد على الشركة بتاعتي فقط مختصرة فقط على الزملاء اللي موجودين في الشركة بتاعتي بس وبدأوا ان هم عندهم مشكله معينه ويبداوا يرسلوا الشات بوت دوت ويبدا الشات بوت ده يديهم اكشن ويديهم ردود بناء على التغذيه الوضعيه اللي انا غزتها له من بيسموها قاعده البيانات الخاصه بالدروس المستفاده. طبعا الكلام في هذا الجانب كبير جدا وواسع وطبعا للاسف يعني الوقت بتاعنا ازف للاسف الشديد ولكن الكلام معاك ابو معاذ الواحد ما بيملش منه ان شاء الله نوعد زملائنا بلقاءات اخرى مستقبليه ان شاء الله. انا بشكرك معاذ مهندس عمر سليم زميلي العزيز والاخ الفاضل مؤسس بيما ريبيا واحد المتخصصين في انظمه معلومات البناء ونمذجه معلومات البناء والمهتمين الاساتذه المختصين في ادوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. اشكرك شكرا جزيلا معاذ عمر سليم وبلال الحضور المشاركين معانا النهارده في الندوه الفرديه بس الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل نافع للجميع وان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا الناس الدعاء. واذكركم ونفسي في النهايه بدعاء المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله نشوفكم في لقاء اخر قريبا باذن الله الاثنين القادم مع ضيف جديد واخ عزيز جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. شكرا ابو معاذ. الف شكر. جزاكم الله كل خير. الف شكر استاذ. جزاكم الله كل خير. شكرا.